سليمان في هذا الملتقى الإيماني. نسعد بالسادة العمد الأكرمين الحاج فكر الطوخي والعمدة أحمد مشور والعمدة عبد الحليم السقا والسيد اللواء جمال عبد الصادق والأستاذ سامي عبد الصادق والدكتور صلاح عبد الصادق. ونسعد أيضا بالسادة العمد الأكرمين السيد العمدة الكبير الحاج أحمد السيسي والسيد العمدة الحاج فيصل الغتوري. ونسعد أيضا الليلة بوقوف الرجال معنا الحاج صلاح وهدان والحاج جمال عبد العزيز، كما إنني أيضا نسعد السيد النائب أحمد البنا والأستاذ أحمد ألوان والأستاذ سيد موسى. ليلتنا قرآنية نسعد فيها بأعلام الإذاعة المصرية أصحاب الأصوات الندية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، الصوت الكروان، الدقة والإتقان فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد. ونسعد أيضا بالقارئ المؤدب الخلوق فضيلة الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت الكرم والجودة بالزناتي مركز من يلقبه. أيها السادة، يقول نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وتلاوة القرآن. شيخنا ممدوح في اسمه ممدوح وفي خلقه ممدوح وفي صوته منفوح والمسك من فيه يفوح، أداؤه متقن بوضوح والصدر من سماعه مشروح. فليتفضل مشكورا القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إن
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا
وإنا له لناصحون أرسله معنا أرسله معنا أرسله معنا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Thank you.
فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Thank you.
قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على صدق الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك إنه من عبادنا المخلصين
القصص من القرآن كما سماها ربنا الرحمن من آيات سورة يوسف. النبي الصديق الذي ضرب الله فيه مثل العصمة
تعرض إلى مكر الإخوة وكيد النسوة، فعصمه رب العالمين، فكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة عائلات أبو عبد الله، باسم السيد العمدة الحاج عبد الفتاح أبو عبد الله ونجله الحاج عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله، كما أشكر لكم أيضا باسم الحاج حافظ عزب عبد الله والأستاذ وليد علي عزب عبد الله، وباسم الأستاذ محمد مصطفى لطفي عبد الله والأستاذ أحمد حافظ عبد الله، وأيضا باسم علي بيك ماهر وإخوته اللواء علاء والكابتن عمرو والكابتن شاكر والكابتن محمد بيك سليمان. الشكر أيها السادة لأصحاب الفراشة الكبرى والإنارة، الحاج أحمد عطية أبو غنيمة بأبو نجاح، الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعواجة الشرقية. الشكر أيضا لمقدمي واجب الضيافة وملوك البوفيهات بالجمهورية محمد أبو المجد والسيد وجيه بالزمرونية، وإلى مصورنا الليلة المخرج وعمدة مصور الحفلات القرآنية ناصر صلاح. الأسرة الكريمة يتقدمون بجزيل الشكر السيد النائب أحمد البنا، وكذلك الحاج أحمد الصباحي والحاج محمد الأصيل، كذلك السيد المستشار علي أبو الخير والعمدة سعيد كفر عامر رضوان، كما نشكر أيضا للسيد النائب عبد المجيد الأشقر وشقيقه الدكتور أشرف الأشقر، وكذلك أستاذ عبد الحميد خيال والعمدة محمود عبد الله والعمدة عبد الحليم السق. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعوهم ألا يريكم مكروها أبدا.